كم الوقت بين الأذان والإقامة؟ ليس هناك وقت حدده النبي بين الأذان والإقامة، إنما هذا يرجع إلى أحوال الناس، يرجع إلى أحوال الناس. أما الذي اصطلحوا عليه في بعض الدول يقولون مثلا بين أذان الفجر وإقامته نصف ساعة، بين الظهر وإقامته نصف إلى خمس، بين أو ثلث ساعة، أو بين العصر أذان العصر وإقامته ثلث ساعة، أو بين المغرب والعشاء بين المغرب وإقامته 10 دقائق. كل هذا ليس عليه مستند لا من كتاب ولا من سنة، إنما الأمر راجع إلى مصالح الناس وأحوال الناس. إذا اجتمع الناس وعجلت الإقامة، تأخر الناس وترايست بعض الشيء، كان الجو حارا فالنبي قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي تأخروا حتى يأتي البرد شيئا ما، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فعلى حسب ما يتراءى لأهل المسجد. بارك الله فيك.